بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم في الحلقة رقم 48 من سلسلة تعليم نظام ويندوز 7 للمبتدئين. في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا وقلنا ازاي نضيف الفيديوهات أو قائمة الفيديوهات للستارت مانيو. طبعا احنا لما بنستعمل الكنترول بانل اللي هي لوحة التحكم بنروح على ستارت وبنروح على لوحة التحكم وبنشوف الحاجات دي كلها ونبدأ نخش وندور على الحاجات اللي احنا عايزينها. انما طبعا انت لو بتستعمل لوحة التحكم كتير او الكنترول بانل كتير، بالذات لما تكون انت مثلا شغال في تصليح الكمبيوترات او معالجة المشاكل، محتاج دي تبقى هاندي يعني موجودة دايما قدامك وانت بتستعملها بكثرة. في الحالة دي فيك تضيفها للستارت مانيو. نفس الطريقة لما ضفنا الفيديوهات، بنروح على الستارت ديت او ابدأ، وبعمل رايت كليك او ضغطة بالماوس اليمين واختار بروبرتيز او خصائص. لو انت عندك الويندوز العربي يطلع لك الشكل ده، هو بتضغط على كاستمايز، تمام. ومن كاستمايز بتلاقي حاجه هنا اسمها كنترول بانل، هي موجوده ديسبلاي از ا لينك. انا طبعا باخدها ديسبلاي از ا منيو، انا محتاجها كمانيو. بعد كده بضغط اوكي وبعمل ابلاي او اوكي، الاثنين سواء. دلوقتي لما اروح على ستارت منيو بلاقي الكنترول بانل جنبها سهم، تمام. لما بضغط عليها بيطلع لي كل الاوامر اللي موجوده على لوحه التحكم. يعني لو فتحت لوحه التحكم هنا مثلا كده اهيت، تمام. لو فتحت اي لوحه تحكم مثلا زي دي، رحت على الكنترول بانل الاصليه، تمام. باجي هنا بقف هنا بلاقي كل الاوامر اللي موجوده ديت هي اللي موجوده على الشاشه اليمين. طبعا لو انت شغال عليها او تشتغل عليها بكثره، العمليه ديت مفيده جدا ليك. لو انت عايز طبعا ترجع تاني بحيث ان انت ترجع الاصل، بتروح على خصائص او بروبرتيز وبتروح على كاستمايز وبتختار هنا ديسبلاي از لينك وتضغط اوكي. في الحاله دي بترجع زي ما كانت كنترول بانل، تمام. طبعا الحلقه كانت سريعه، انما اعتقد ان هي مفيده. واشوفكم في الحلقه الجايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.